ميلاد مجيد وصوم مبارك على الجميع. الله يسعد مساكم ويسعد أوقاتكم، وإن شاء الله دايماً تكون أوقاتكم مليانة خير وفرح وأعياد. كتير عم بكون سعيد بإني عم بلتقي معكم في هاي الحلقات الصغيرة اللي رح نحكي فيها عن الميلاد ورموز عيد الميلاد. في الحلقة الماضية حكينا وتعمقنا في فكر التجسد الإلهي. اليوم شوي بدنا نمشي ندرج شوي أكتر. رح أحكي لكم قصة صغيرة، وهاي القصة يعني ربما ما تكون واقعية، بس بدنا نحاول نأخذ المغزى والهدف الروحي من وراها. بيقال إنه عائلة بسيطة صغيرة ساكنة في كوخ صغير، بتعيش 15 سنة تقريبا ما عندهم أطفال، وبعدين ربنا بحن عليهم وبيعطيهم طفل. الفرحة يعني شملتهم وشملت كل القرية المحيطة في بيتهم. من هاي الفرحة قرروا الزوجين إنهم يعملوا دعوة، عزومة، حفلة صغيرة، ويعزموا كل الأهل والأصدقاء. وكانت الدنيا هيك شتوية وفيها شوية برد، وبلشت الناس تيجوا وهم حضروا المائدة وحضروا كل ما تتطلبه سهرة جميلة لائقة بهيك مناسبة سعيدة. وبلشت الناس تيجي على البيت، وبتعرفوا كل واحد بيكون لابس جاكيتات تقيلة، ولكن جوا البيت دافي، فكل واحد صار يشلح جاكيته ويرميه، وقضوا سهرة جميلة جدا، يعني تعتبر من أجمل الأيام والسهرات اللي قضوها مع بعض. ولكن لما انتهت السهرة اكتشفوا شيء غريب جدا. لما سألوا إحنا ليش مجتمعين؟ إحنا مجتمعين منشان طفل جديد. وين الطفل الجديد؟ بحثوا عنه، وجدوا إنه هذا الطفل كان موجود تحت الجاكيتات اللي كانوا يشلحوها ويرموها على السرير، ولقوا الطفل مات. طبعا قصة مؤلمة، يمكن منكم بقولوا شو هالأب والأم اللي يعني وصلت لهاي المرحلة، ما صدقنا، وبعد 15 سنة بيجينا طفل ومنخسره بهيك شكل وبهاي طريقة. ولكن البعد الروحي من هاي القصة هو اللي احنا عم نشوفه في وقتنا الحاضر. وبتمنى إن شاء الله الكنيسة بتضل تنبهنا بأنه لازم يكون حريصين بأنه أجواء الفرح والسعادة بهاي المناسبة الجميلة اللي حكينا هي موجودة في قلب كل شخص مهما كبر. لو بصير عمره 100 سنة، عيد الميلاد ورأس السنة يعني فترات ومناسبات جميلة جدا، فيها الزينة وفيها بابا نويل وفيها هدايا وفيها لقاء الأهل وفيها الفرح والسعادة. ولكن الخطورة إنه نفقد هذا الطفل بهاي الأجواء. الرب يسوع تجسد لأجلنا. الكنيسة سمحت من خلال ترتيبها بأنه يكون في عنا صوم قبل عيد الميلاد، وبين قوسين هذا الصوم هدفه تهيئة الذات لاستقبال الطفل الإله حتى يولد في ذواتنا، ويولد في ذواتنا ويبقى وتنعكس حياتنا بحياة هذا الطفل. زي ما بقول بولس الرسول، إن كان الروح القدس يسكن فينا فثمار الروح القدس لازم تظهر، اللي هي فرح، سلام، محبة، طول أنا. مش ممكن أنا ما يكونش عندي ولا فرح ولا سلام ولا محبة ولا طول أنا نحو الآخر وأقول إنه الروح القدس والرب يسوع ساكن في قلبي. هذا الكلام مش صحيح. ثمار الروح القدس تظهر، وإن لم يكن الروح القدس ساكن في قلبي فرح يكون إشي تاني ساكن في قلبي، وبالتالي ثماره رح تكون كمان ظاهرة. المطران جورج خضر بعظته الرائعة اللي بيحكي فيها عن الطفل يسوع بيقول: يجب أن يولد المسيح فينا، في قلوبنا، في أمعائنا، يجب أن يكون في كل جزء من جسمنا. إن لم نحيا ولادة الطفل يسوع في حياتنا في كل يوم، يكون المسيح قد ولد وصلب وصعد إلى السماء قبل 2000 عام. سيرة هذا الطفل الإله في الكتب منذ 2000 عام، ولكن يجب
أن نحضن هذا الطفل دائما في قلوبنا ونعكس محبتنا وعلاقتنا بالله نحو القريب حتى نوصل للصليب اللي الكنيسة بتعلمنا إياه. البعد العمودي هو علاقتي بالله، والبعد الأفقي هو علاقتي بالآخر. بتمنى إن شاء الله عيد الميلاد في هذه السنة يكون ميلاد حقيقي، يولد الرب يسوع في قلوبنا، تنعكس هاي المحبة، محبة الله لولادة المسيح في قلوبنا نحو الآخرين. وإن شاء الله يا رب نلتقي معكم بحلقات جاي رح نحكي أكثر عن الميلاد وعن رموز الميلاد. آمين.